تحت رعاية معالي الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، افتتحت جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل مركز عالية للتأهيل في مقره الجديد. حضر الافتتاح سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة. وبهذه المناسبة أشاد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بالدور الذي يقوم به مركز عالية للتأهيل من جهود ومبادرات للاهتمام بأطفال التوحد والعمل على دمجهم في المجتمع من خلال وضع الأنشطة التعليمية لتدريبهم وفتح المجال أمامهم للتعلم والتأهيل لدخولهم إلى سوق العمل. من جانبها تقدمت الدكتورة الشيخة رانيا بنت علي الخليفة رئيسة جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل بالشكر إلى معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة لدعمه المتواصل لأنشطة المركز وكل ما يقوم به من مبادرات. بالنسبة للأطفال التوحد، الحقيقة أن هذا المركز حقيقة مركز ممتاز، بحيث أنهم يعني حاول يعلمهم مهارات الحياة وشلون يختلطون مع الناس، شلون يتعاملون مع الناس، شلون يسوون أشياءهم الشخصية، وشلون يسوون أشياء كثيرة، بالإضافة اللي نعطيهم حتى بعض سكيلز كمهارات فنية، كمهارات في الكمبيوتر. فالحقيقة يعني هاي الطريقة تطلع مواهبهم وتطلعهم أنهم يعني في ناس منهم قادرين، بحيث أن كثير منهم يروحون المدارس العادية ويدرسون مع الأطفال العاديين، وبعدين يعني يكونوا قادرين يقودوا حياتهم يعني بشكل نسبيا يعني مستقل. طبعا زيارتنا اليوم من منطلق حرص وزارة التنمية الاجتماعية على أن تكون على اطلاع ومتابعة على كل الخدمات التي تعطى في المراكز التأهيلية العاملة في مجال ذوي الإعاقة. وطبعا مركز عالية للتدخل المبكر ومركز عالية للتأهيل من المراكز المعروفة على مستوى مملكة البحرين، ولا يعنى بالفئة العمرية الأكبر من التدخل المبكر، يعني من بعد 18 سنة فما فوق يعني في المركز، وهي تقريبا من المراكز الأولى السباقة اللي افتتحت بهاي المجال.